في نفس المنطقة اهتم السامري الصالح بالمصاب المجروح اللي كان بين حي وميت، اهتم به وأعاله حتى أوصلوا إلى الفندق. وطبعا لا ننسى داود النبي اللي تكلم بمزمور الراعي وقال: الرب راعي فلا يعوزني شيء، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. وطبعا إذا نزلنا لتحت شوي بلدة أريحة وين أليشع طبعا الله استخدمه بمعجزة كبيرة، أطعم 100 رجل من خلال 20 رغيف. فحتى المبدأ في العهد القديم نشوف كيف الله بيهتم باحتياجات الناس باحتياجات شعبه، وهذا بدلنا إن بدل على شيء إنه الله بيهتم باحتياجاتنا، بيسدد احتياجاتنا. نثق في الرب ونضع طبعا رجاءنا في الرب حتى لو منمر في ظروف صعبة، الله معنا، الله لا ينسانا، الله يسدد احتياجاتنا.